Ataunul Basri. ما أعظم الإيمان عندما تصاحبه خشية الله، وما أكثر القصص التي وصلتنا عن الأتقياء الذين كانت مخافة الله جل وعلا من أهم صفاتهم. وأحد هؤلاء الأجلاء هو التابعي الجليل عطاؤنُ البصري. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب، إنك تعلم أني أخافك وأخشاك، فابعدني عن كل معصية تغضبك مني، واصرفني عن كل فعل لا يرضيك. يا عطاء، إنك تصلي وتدعو الله ليل نهار وتبكي من خشيته كثيرا. وكيف لا أخشى الله وأنا أعلم أنني سألاقيه يوما، وسيحاسبني على كل ما فعلت، ولن ينفعني يومها عذر أو اعتذار. إلى أين أنت ذاهب الآن؟ أحد أصدقائي مريض، ولا أريد أن يفوتني هذا الثواب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعانك الله على فعل الخير دائما يا عطاء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا سيدي يا سيدي، أعطني مما أعطاك الله يا سيدي. والله ليس معي شيء أعطيك إياه، ولو كان معي ما تأخرت عنك، فسامحني. ما هذا الذي فعلته؟ ربما أغضبت هذا الرجل وآذيت شعوره، ومن قال إنني لا أملك شيئا؟ يا أخي يا أخي، تعال أو انتظر انتظر، سآتيك أنا. اعذرني يا أخي، لم أكن أقصد أن أنهرك أو أغضبك. تغضبني؟ لقد كلمتني بهدوء واحترام يا سيدي، فأنت لا تملك شيئا بالفعل كما يبدو على مظهرك. بل أملك. خذ خذ هذه العباءة، البسها إن كنت تحتاج إلى ملابس، أو بعها واستفد من ثمنها. أتخشى الله إلى هذا الحد؟ ولا أخشاه أنا فأتسول من المارة ولا أعمل؟ سيدي، لا حاجة لي بعباءتك، لقد علمتني درسا مهما. ستأخذها، فلن أقبل شيئا تصدقت به ابتغاء مرضات الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام أيها الرجل الكريم. وعليكم السلام وعليكم السلام.
كان خوف عطاء من الله وخشيته منه سبباً في تصرفات قد يراها الناس حوله غريبة، ولكنهم يدركون بعد ذلك أنها واجبة على كل مسلم تقي. لا أستطيع الصبر على تحمل هذا الألم ولا أتحمله. وإن كنت أتمنى أن يعافيك الله ويخفف عنك آلامك، إلا أن هذا الألم وهذه المعاناة والله والله خير لك. أين الخير في هذا؟ أين الخير؟ كل أمر المؤمن خير يا أخي، والله جل وعلا يكفر عنك من سيئاتك بكل لحظة ألم تمر عليك. أحقا؟ إذا صبرت عليه ورضيت بقضاء الله، فإذا فعلت ذلك فإنك تؤجر وتثاب وتنال حسنات بقدر صبرك. تعجبت في البداية من كلامك، ولكنني أشعر الآن أنه يعينني على تحمل الألم. فما أحوجنا إلى أن يمحو الله سيئاتنا ويزيد حسناتنا. هذا قدر الله وتلك مشيئته، الرضا بها ثوابه جزيل، والاعتراض عليها يوجب العقاب. بارك الله فيك يا عطاء، والله لقد منحني كلامك القدرة والطاقة على احتمال المرض والألم. شفاك الله يا أخي، سأزورك مرة أخرى قريبا بإذن الله. كنت أود أن تظل معي طوال اليوم يا عطاء، لا أعرف كيف أشكرك على مساعدتك لي. بل اشكر الله عز وجل على كل ما أعطاك من خير أو ابتلاء. السلام عليكم. وعليك السلام، اللهم لك الحمد والشكر على ما ابتليتني به، اللهم اجعله في ميزان حسناتي. ولأن عطاء دائم الخشية من الله سبحانه، فقد كان يبتعد كل البعد عن أي عمل يشعر أنه قد يجلب عليه غضب الله، بل ويخاف من مجرد التفكير فيه. ماذا بك يا امرأة؟ ألم أطلب منك بعض الخبز الساخن مع الطعام؟ لقد أحضرته بالفعل، ولكن أبناءك أكلوه كله، ولم يعد هناك حطب يكفي كي أوقد ناراً. سأعاقبك أنت وأبناءك إذن. أين الأبناء؟ يا إلهي، لقد سمعت كل ما قاله هذا الرجل لزوجته، فأكون بهذا قد تجسست عليهما. يعلم الله أنني لم أكن أقصد، ولكن لابد من الاعتذار إليهما حتى يسامحاني. ما الأمر؟ من أنت؟ عفوا، أنت لا تعرفني يا سيدي، ولكنني جئت أطلب منك أن تسامحني. على ماذا أسامحك؟ ألم تقل إني لا أعرفك؟ بلى، لم أكن أقصد التجسس عليكما، ولكنني في النهاية سمعت الحديث كله. ما الأمر؟ لم أفهم بعد يا امرأة، انتظري قليلا. تعني أنك تطلب منا أن نسامحك لمجرد أنك سمعت صوتنا ونحن نتحدث؟ والله سبحانه نهانا عن التجسس بقوله سبحانه ولا تجسسوا، فأخشى أن أكون قد تجسست عليكم. أنت تخشى أن يحاسبك الله على أمر فعلته دون قصد منك، وأنا لا أخشى أن يحاسبني الله على قسوتي مع زوجتي وأبنائي. ما أشد خشيتك من الله يا سيدي؟ أرجو أن تقبل اعتذاري وتسامحني. سامحتك بالطبع، سامحتك، وأرجو أن تدعو لي الله أن يغفر ذنبي مع أهل بيتي. أسأل الله العظيم أن يغفر لك يا سيدي، استغفره وتب إليه وسيغفر لك ذنبك إن شاء الله، وتذكر دائما أنه مطلع على كل أمورنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا حدث؟ مع من كنت تتكلم؟ مع رجل عظيم يا عزيزتي،
رجل لم أرى شخصا يخشى الله مثله. ولأن عطاء كان شديد الخشية من الله، فلم تكن أمور الدنيا تشغله، ولم يكن يهتم إلا بالتقرب إلى الله، وكان ينصح كل من يحتاج إلى النصيحة كي يفعل مثله. القماش الممتاز، القماش الجيد، قماش من أفضل الأنواع. هلموا هلموا، اشتروا القماش الجيد. أيها البائع، كيف تبيع لي هذا القماش على أنه قماش جيد؟ وعندما ذهبت به إلى المنزل اكتشفت فيه هذه الرقعة. ومن يقول إنك لم تقطعيها ثم وضعت فيها هذه الرقعة؟ بل ومن قال إنك اشتريتها مني أصلاً؟ لقد اشتريتها منك منذ 3 أيام، أتتهمني بالكذب؟ وأنا اشتريت منك هذه القطعة منذ أسبوع، ولما أعطيتها لزوجتي اكتشفنا أنهما قطعتان مختلفتان. لا علاقة لي بهذه الأقمشة، ولا تستطيعون إثبات أي شيء حتى لو ذهبتم إلى قاضي قضاة البصرة نفسه. وماذا عن من هو أكبر من قاضي القضاة، بل ومن الخليفة نفسه؟ ومن تقصد؟ ملك الكون كله، الله، الله سبحانه وتعالى. ألا تعرف أنك ستقف أمامه يوما لا محالة ليحاسبك على كل ما فعلت؟ وإذا لم يستطع القاضي في الدنيا إثبات حقهم، فالشهود عليك كثيرون والله يوم القيامة. أي شهود؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كيف تشهد علي يدي ورجلي؟ كيف؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة. يا لي من خاسر، يا لي من خاسر، استعجلت الربح في الدنيا ونسيت خسارة الآخرة والتي لا سبيل أبدا لتعويضها. أعد إليهما نقودهما إذن، واتق الله في بيعك. سأعيد إليكما نقودكما، أو اختار ما شئتما من قماش وتأكد منه قبل أن تتركاني. أرجوك يا أخي، أرجوك أعطني القماش حتى لا يحاسبني الله على ما فعلت. أنت لم تغشني أيها البائع، أنا الذي كنت أنوي الاحتيال عليك. عرفت أنك تغش القماش، فجئت بقماش قديم من منزلي لأستبدله منك بقماش جديد، ولكن بعد أن سمعت كلام هذا الرجل الصالح فلن أستمر في هذا الفعل السيء، أرجوك سامحني. بارك الله فيك أيها الشاب، تذكر دائما أن الله يراك ولن تقع في معصية بإذنه تعالى. وإذا أردت مزيدا من الثواب يمكنك التصدق بهذا القماش، هذا ما تعلمته من هذا الرجل الصالح، فخشية الله تجعلك دائما في طاعته عز وجل. لقد جعلني أتوقف عن التسول وأبحث عن عمل شريف. الحمد لله الذي أعانني على ذكره وشكره، وأدعوه تعالى أن يعينني على حسن عبادته. السلام عليكم. ظل عطاء يذكر الله ويخشاه ويتمنى عفوه ورضوانه. رحم الله التابعي الجليل عطاء البصري.